مساء الخير إليكم آخر الأنباء. اليوم تولى أحد الممالك العظماء ولاية مصر وهو السلطان كنصور الغوري، وذلك تم بعد عدة مشاورات بين زعماء المماليك. وهذا السلطان العظيم معروف بقوته الشديدة وقوة إرادته وحبه الشديد للشعب. بعد إذن سلطانه اتكلم. في واحدة من الشعب عايزة تقابل حضرتك. مين دي عايزة ايه؟ واحدة بتقول عندها مشكلة ومحتاجة تقابل حضرتك ضروري. طب دخلوها لي. فاضي انا اقعد احل مشكلة كل واحد لوحده، اسيب الدولة عشان كل واحد يجي لي يحكي لي مشاكله. فاضيين احنا. ايوه. بعد اذن سلطاننا العظيم، حضرتك عايزة فلوس عشان اعالج امي بيها. عايزة ايه يعني؟ كل واحد فاضي هيجي يقول لي امي تعبانة وابويا تعبان واخويا تعبان وهات فلوس عشان اعالجه؟ ما هو لازم نشر يعني انا اخد فلوس الدوله كلها واخد من الخزنه عشان اعالج والدتك انت ولا عشان امشي امور الدوله؟ عشان الاثنين. اللي انت بتقوليه ده يا بنتي طلعوها لي بره. على فكره انت مالك ظالم. طلعوها لي بره واسجنوها. اسجنيها. انا كنصور الغوري ملك مصر. ياه أنا تعبت كتير قوي عشان أوصل للي أنا فيه ده. من أول ولادتي ونشأتي في وسط المماليك كنا بنتدرب طول الوقت وبنحارب من صغرنا زي بقية المماليك. تعلمت ديني وثقافتي الإسلامية وياما دخلت معارك مع العثمانيين ودايما كنت بنتصر عليهم. وتعينت نائب من للسلطنة في طاطوس وفضلت أترقى وأترقى وأترقى لحد ما طومان باي نصبني وزير لي، وفضلت أنا الوزير لحد ما طومان باي مشي او اختفى يعني. وحصل حاله كبيره من الذعر في القاهره بسبب اختفائه، وكانت الفوضى ماليه البلد وما كانش في حد غيري يقدر يمسك البلد دي. كله كان سايبها كده تخرب وكله كان خايف يبقى سلطان للبلد وحاكم ليها لان حاسس ان اخرته هتبقى الدم. وانا الوحيد اللي جرأت ومسكت الحكم، كان من غيري يعني ممكن يجي تاني بك الراجل الطايش ده؟ أكيد كان لازم الأمراء يرفضوه ويختارون أنا، وكان معاهم حق. أنا اللي خليت الخزنة مليانة فلوس، شوفوا البلد كانت فين وبقت فين دلوقتي. كل ده كان بسببي. زعلانين يعني على شوية الضرائب اللي بيدفعوها وهي بتدخل جيبي مثلا؟ ما أنا ببني لهم بيها حاجات وعمل لهم منشآت وحاجات تفيدهم عشان مصلحة البلد وعشان الشعب. في الآخر يقولوا علي أن أنا جديد وهمجي. ده أنا حتى سموني الأشرفي على اسم قايتباي العظيم اللي كان الشعب بيحبه. آه يا خوفي لا تكون نهاية طين زي بقية السلاطين كده. معرفش أنا إيه كان خلاني السلطنت بس. وبعدين ده أنا كنت طيب بزيادة واتفقت على خلية حتى لما الشعب بتاعي يحب كده. بس أنا برضو لازم أخلد اسمي بحاجة أعملها. أنا لازم أبني جامع عشان اسمي يتخلد زي بقية المماليك، وهو على الأقل أبقى عملت حاجة تشفعلي. لو كنت يعني بعمل حاجات كتير غلط زي ما شعبي شايف، اهي دي تغفر لي الذنوب اللي أنا عملتها. مساء الخير، النهاردة جاي لكم بخبر سعيد. السلطان كنصور الغوري النهاردة قرر يعمل مسجد باسمه. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان السلطان الغوري دايما معروف بحبه للفنون وبالذات العمارة، فده بيأكد لنا احنا مسجد هيطلع بأحسن شكل ممكن. فانتوا شايفين ايه؟ انا شايفة ان هيطلع احسن مسجد في مصر، فقولوا لي. يا اخيرا جامع ومدرسة السلطان الغوري وحي الغورية كمان، جامع ومدرسة ومجمع باكمله وحي كمان باسمي. الجامع والمدرسة اللي من ناحية الجهة الشرقية قصادهم الضريح والسبيل بنفس الطول والارتفاع ونفس نمط الزخارف والجمال العجيب اللي بيسحر كل اللي بيعدي من بينهم. هو ده الفن المملوك الجميل، وهو ده العمل اللي هيخلد اسمي. اخيرا الحلم اللي كنت بحلم بيه اصبح حقيقة. الاحجار اللي بتغطي اسطح المبنى الجميل اللي من الجهة الشرقية عليه بوابة كبيرة وعالية اللي فيها اكتر من سلم بيبدو لها هيبة وشموخ عظيم. اما الجهة الجنوبية المزخرفة بخط النسخ
مزخرفة بآيات من القرآن العظيم المحفورة على أحجار المبنى، والشبابيك الجميلة الملونة والمليئة بالزخارف المعقدة بشكل يخطف الأنظار، ولا المئذنة الضخمة اللي على الطراز الأندلسي. هي صحيح مش مختلفة تماما عن نمط المآذن المربعة اللي اتبنت طول الفترة اللي فاتت دي، ولكنها كانت جميلة جدا. وحتى المئذنة دي كان فيها اختلاف، كانت من فوق ليها 5 رؤوس بدل من رأس واحد، رؤوس مغطاة بالقرميد الأخضر الجميل، وفوقهم الهلال النحاسي فوق كل واحد منهم. والزخارف أو المقرنصات اللي عند أول دورين من الأربع الدرجات أو الأدوار بتوع المئذنة، أي دي كده تبقى مجموعة عظيمة. المجموعة دي اللي في يوم من الأيام هتكون مجموعة أثرية للناس عشان يتفرجوا عليها ويرددوا اسمي. هيشوفوا كمان الأسقف الخشبية والقبة من بره ومرة تانية من جوه، هيشوفوا فيها الجمال والفن ده كله والزخارف دي والألوان، وهيقعدوا يفتكروا اسمي. والمسجد مثلا، ما افتكرش ان في مسجد على نمط الإيوان أجمل من المسجد بتاعي. المسجد ده المتزين بأنواع وألوان من الرخام المتعدد الأشكال في كل مكان، من حوائط وجدران وأرضيات وحليات كمان. ولا إيوان القبلة بالعمودين البيض اللي بيزينوه، اللي مبني جنبهم المنبر الخشبي المزين بالسن والزرنشان. ولا بقى المدرسة اللي بتعلم الناس الدين الإسلامي على سائر المذاهب الأربعة، واللي قصدهم من الجهة التانية الجهة اللي كان فيها الضريح والسبيل اللي عملت ليهم فيها كتاب يتعلموا فيه القرآن. وما نسيتش طبعا أعمل الخنقاه علشان المتصوفين، ياه على الكمال والجمال. أنا بقى بكده أبقى قدرت أعمل المجمع الكامل اللي أخدم بيه أهل الدولة والمسلمين أجمعين، ويمكن دي حاجة تخلي ربنا يرضى عني. ولو في يوم غلط أو ظلمت حد من شعبي أبقى عملت عمل عظيم قصاده، وبكده أبقى خدمتهم وقربت كمان لربنا لعله يرضى عني هو والشعب بتاعي. مين دي عايزة ايه؟ واحدة بتقول عندها مشكلة ومحتاجة تقابل حضرتك ضروري. دخلوها لي. مش عارف، انا كل واحد فاضي يجي يحكي لي مشاكله شوية، فاضي انا احل مشاكل الدولة ولا مشاكل كل واحد فيكم؟ لو سمحت يا سلطان، انا محتاجة فلوس عشان اعرف امي. هي محتاجة فعلا فلوس عشان هي من بين الحياة والموت، عشان اديها برضو. يعني انا مش فاهم، كل شوية حد هيجي يقول لي والدي تعبان، والدتي تعبانة، اخويا تعبان، واصرف علينا يا سلطان. وانا بجيب الفلوس دي منين؟ مش من خزنه الدوله؟ واجبك كده يا سلطان. يعني ايه واجبك كده؟ اسيب انا امور الدوله كلها عشان اصرف على والدتك ووالده ووالدتهم؟ حضرتك ظالم. انا طلعوها بره، طلعوها بره واسجنوها كمان. مساء الخير، النهارده جايين لكم بخبر سعيد. السلطان الغوري النهارده قرر يعمل مسجد باسمه. طبعا زي ما انتم عارفين ان السلطان الغوري دايما معروف بحبه للفنون وبالذات العماره. ده بياكد لنا ان مسجد هيطلع باحسن شكل ممكن. فانتوا شايفين ايه اللي ممكن يعمل. مساء الخير، اليكم اخر الانباء. اليوم تولى احد المماليك العظماء مملكه مصر وهو السلطان قنصوه الغوري، وذلك تم بعد عزه مشروط. وهي فعلا ما بين الحياه والموت، لازم انا عليك. لازم الدكتور. مش فاهم انا، كل واحد فاضي يجي يقول لي والدتي تعبانه، والدي تعبان، عايزين فلوس. يعني انا اخد الخزينه بتاعه الدوله
اصرف منها على الناس اللي تعبانه زي والدتك؟ ما هو واجبك كده. انا اعمل لك ايه يعني؟ انا واجبي ان انا امشي الدوله، اعمل لك ايه دلوقتي؟ ده كذا ظلم. خدوها طلعوها بره. ظلم ظلم. اسجنيها ارموها بالسجن.